السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لاباس عليكم؟ مزيان في امان الله، نتمنىكم في احسن الاحوال ان شاء الله. مؤخرا دفعت لا كارت ناسيونال، اذا في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشوفوا الوثائق المطلوبه لتجديد البطاقه الوطنيه للتعريف الالكترونيه. ولكن قبل ما نبدا الفيديو ما تبخلوش عليا بلا جيم، اللي باقي ما تابوني يجي تابونا مرحبا به، ويفعل زر الجرس باش يوصلوا الجديد. فاصل ونواصل. يا بسم الله على بركة الله. اول حاجة غادي نحتاجوها باش نصوبوا لاكارت ناسيونال الجديدة هي شهادة السكنة، ولاني ماشي اللي تيعطيها المقدم، خصكم شهادة السكنة ديال دائرة الامن الوطني اللي تابعة للحي ديالكم. واحسن نصيحة، سيروا بكري، سيروا مع 7 ولا 7:30، لحقاش تيدخلوا غير 30 ولا 40 واحد، وتما باقي تيقولوا لهم تترجعوا لغد ليه. وبالنسبة للوثائق اللي غادي تحتاجوها لهاد شهادة السكنة، اولا غادي تجيبوا معكم شهادة العمل، ثانيا غادي تجيبوا عقد الزواج بالنسبة اللي مزوجين مصادق عليه، ثالثا غادي تجيبوا تصويره صغيره، رابعا غادي تجيبوا فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال ديالكم، خامسا غادي تجيبوا ورقه الكهرباء الاخيره. دابا مؤخرا ما تيوزعوش دوك الاوراق، غادي تمشيو لاجونس فين تتخلصوا الموضوع وغادي تطلبوا لهم اخر فاتوره استهلاك الكهرباء. بالنسبه لي انا دفعت هاد الوثائق نهار الاثنين، قالوا لي من هنا اسبوع ارجع، يعني رجعت نهار الاثنين عطوني شهاده السكنه. اوتوماتيكمون من مورا فاش شديت شهاده السكنه دخلت للموقع ديال cnie.ma، صوبت الموعد باش ننجز لاكارت ناسيونال. اذا اخواني اخواتي غادي ندخل للسيت اللي قلت لكم باش نوريكم كيفاش ديروا تاخذوا الموعد، غادي ديروا www.cnie.ma، غادي تكليكوا على تعبئه الطلب المسبق. هنا كاين طلب البطاقه لاول مره، حنا دايرين طلب جديد البطاقه. قال لك هنا من اجل كل طلب جديد للبطاقه الوطنيه للتعريف الالكترونيه بعد تغيير معلومات او بيانات شخصيه او في حاله انتهاء صلاحيتها او ضياعها، اجيو هنا تكليكوا على هذا اوافق على الشروط العمل للاستخدام، ديروا اختيار. هنا يا اخواني اخواتي غادي ديروا سبب طلب جديد، اعطيكم اختيارات، واش جديد، واش حالة التلف والسرقة، واش فقدان، بحال انا درت جديد باغي نجددها وصافي، واخا باقي التاريخ ديالها ما تسالاش لحقاش غيرت العنوان ديال السكن ديالي. هنا اخواني اخواتي الاسم العائلي، هنا الاسم الشخصي، هاد البلايص اللي دايرين لكم فيهم هاد النجمة الحمراء ضروري خصكم تعمروهم، هنا رقم البطاقة الوطنية اللي كانت عندكم، هنا لو نوم بالفرنسية، هنا لو برينوم، هنا الجنس انثى او ذكر، هنا ليو دو نيسونس اي مكان الازدياد، هنا تاريخ الميلاد، هنا اليوم، هنا الشهر، هنا السنة، معلومات بسيطة اخواني اخواتي. هنا بلد الازدياد اختيار، هنا المغرب من طبيعة الحال، هنا عمالة او مدينة الازدياد، هنا جماعة الازدياد، هنا الجنسية الاصلية المغرب، هنا نوع المهنة، عطيك اختيارات واش اشغال التركيب الكهربائي، واش انشطة الاطباء واطباء الاسنان، المهم عطيك اختيارات. هنا المهنة ديالك بالضبط، هنا في الفرنسي بروفيسيون، فاش تساليو هاد المعلومات تتبركو على التالي، تعطوك سند تسجيل بالحالة المدنية. بالنسبة اللي ديجا عندو لاكارت ناسيونال تياخد ديك السنة اللي عندو في لاكارت ناسيونال، اوتوماتيكمون هاد السنة هادي تتكون هي الازدياد ديالك في غالب الاحيان. هنا رقم الحالة المدنية راه تا هو تيكون مكتوب في لاكارت ناسيونال، اللي ما عندوش يلقى في لي زيكستري. هنا واش عازب، واش مطلق، واش متزوج، واش ارمل. التالي مكان الاقامة، هنا بلد الإقامة المغرب، عملة أو مدينة الإقامة تدير العملة أو المدينة ديال الإقامة ديالك، هنا جامعة الإقامة تدير هنايا هنا جامعة تتنتمي لها، هنا تتكتب العنوان ديالك بالعربية وهنا تتكتبو بالفرنسية. التالي هنا الاسم الشخصي للأب، هنا بالفرنسية بخينون بير، هنا الاسم العائلي للأب، هنا نون دو بير، الاسم الشخصي للام برينوم مير، الاسم العائلي للام نو دو لا مير، الاسم الشخصي للجد من الاب يعني جدك من باك برينوم غون بير باترنيل، الاسم العائلي للجد من الاب نو غون بير باترنيل، هنا الاسم الشخصي للجد من الام برينوم غون مير ماترنيل، الاسم العائلي للجد من الام نو دو غون بير ماترنيل. تنجيو هنا تنديرو التالي، هنا تتكتب الهاتف ديالك وهنا البريد الالكتروني وتدير التالي. اوتوماتيكمون اخواني اخواتي فاش تديروا التالي تيعطيوكم بلا راه الطلب ديالكم مشى، وتيصيفطوا لكم واحد الرقم ديال الطلب ديالكم، ولا بغيتوا نتوما ديك الساعه تيليشارجيوه تتيليشارجيوه وتتامبريميو، هادشي اللي كاين اخواني واخواتي.
نقطه مهمه نسيت ما قلتها لكم، شي عطاكم تختاروا الرونديفو اللي خاوي. في الاول كانوا عطاوني شي شهرين تقريبا باش عاد نمشي نتاع لا كارت ناسيونال، درت تغيير الموعد ولقيت واحد الرونديفو خاوي في ظرف اسبوع، وخديت داك الرونديفو ودفعت لا كارت ناسيونال ديالي. اذا اخواني اخواتي، بعد ما امبريمينا الموعد ديالنا فيه جوج ديال الاوراق، تندفعوا هو وشهاده السكنه اللي صوبنا في دائره الامن الوطني اللي قريبه للحي ديالنا، وتندفعوا معاهم جوج ديال التصاور صغار. بالنسبه للتصاور اخواني اخواتي، اتمشيو عند المصور غادي تقولوا له تصورنا تصور ديال لاكارت ناسيونال، يعني راه عندهم واحد الخلفيه معينه، عندهم واحد الحساب معين، نتوما قولوا له تصور ديال لاكارت ناسيونال باش ما تلقاوش شي مشاكل فاش تبغيو تدفعوا لاكارت ديالكم. وغادي تشريو ظرف متوسط الحجم باش تحشيو فيه دوك الوثائق كاملين، وغادي تدفعوا البطاقه الوطنيه اللي كانت عندكم، وغادي تخلصوا التنبر ب 75 درهم. هذا الشيء اخواني اخواتي غادي ديروه في الكوميساريه الكبيره ديال المدينه ديالكم، وغادي يعطيكم واحد التوصيل غيقول لكم واليوم من هنا 15 ولا 20 يوم. وبهذا غادي نكون كملت الفيديو ديالي، شكرا على تتبعكم. ما تنساوش اللي باقي ما تابونيت ابونا مرحبا به، وفعل زر الجرس باش يوصل الجديد، واحد اللايك الى عجبكم هذا الفيديو باش تشجعوني ديما باش نعطيكم المزيد ان شاء الله. شكرا لكم والى اللقاء.